بسم الله، لو انا عايز ارسم ارضية اجي هنا اقول له انا عايز ارسم الفلور بتاعتي، وادخل في الخصائص بتاع اللي هنا وابدا اشوف ايه الخصائص اللي عندي. يعني عايز انت كام طبقة، وكل طبقة فيها السكشن بتاعتها قد ايه، والفيكتور قد ايه، وارتفاعها قد ايه. ممكن تكون انت عايز ترسم حاجة مش على الدور بتاعك، لا على سنة، فتديله الارتفاع اللي انت عايزه. وبعد كده ممكن ابدا ارسم، احدد له مثلا النقط بتاعتي، ده اول نقطة، دي تاني نقطة، اهو تمام. لما خلص خلص اسكيب، يبقى هو كده عارف ان دي الارضية بتاعتي. تمام. ممكن لو انا عندي برضو مثلا، لو انا رسمت بالول غرفة مغلقة بالشكل دوت، وليكن مثلا كده، ممكن اقول له انا عايز ارسم فلور. تمام. وهلاقي هنا اداة بتساوي اوتو ديتكت، فهو اوتوماتيك اول ما في اي حتة هو هيبدأ يكتشف الارضية بتاعتي ويعمل لها الارضية، عمل الفلور هي. يعني تاني، بمجرد ان انا ارسم اي شكل مغلق، وليكن مثلا دائرة، تمام اهو، وهاجي هنا اقول له انا عايز فلور، اختار الاداة اللي هي اوتو ديتكت، اوتو ديتكت، واعلم في اي مساحة هنا، اي نقطة هنا، الاقي هو اوتوماتيك عمل لي الارضية بتاعتي. واقدر في اي وقت ادوس على الارضية بتاعتي مرتين واحدد الخصائص بتاعتها، السيكنس، اعدل السيكنس زي ما انا عايز، مثلا بوينت 5، اوكي، فتبقى دي السيكنس الجديد بتاعي. فدي اسهل طريقة ان انا ارسم الفلور.